وإلى محافظة عمران، أبناء قبائل مديرية ثلا نظموا أيضا وقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا لاستمرار العدوان السعودي الأمريكي في خرق وقف إطلاق النار في ظل مفاوضات الكويت. بما يقوم به العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني وحلفائه من عدوان همجي بربري ظالم خدمة للصهيونية العالمية ورفضا للعدوان والاستعداد لأي خيارات مستقبلية قد تتطلب للدفاع عن الأرض والعرض والدين، نظمت قبائل مديرية ثلا وقفة احتجاجية استنكرت استمرار العدوان في قيه وعدوانه في ظل مفاوضات الكويت. والتخلي عن أهداف الثورة ومطالب المحقة المجموعة، كل ذلك يأتي خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي في إضعاف الشعوب وتدمير مقدراتها وجيوشها والسيطرة عليها والتحكم في قرارها ومنعها من الاستقلال ومن تحقيق ما تحلو به من العيش الكريم. فباسمكم جميعا واحد نردد بصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية إزاء جرائم ومجازر دول العدوان التي ارتكبتها خلال عام في اليمن. اثنين، نشيد بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع بطولة الشرف للدفاع عن أمن وسيادة الوطن. وحي المحتجون الصمود الشعبي بكل فئاته في مواجهة هذا العدوان وصلفه وإدانتهم الشديدة والقوية إزاء استمراره وما ألحقه من أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. واقفين ضد العدوان، واقفون بكل ما أوتينا من قوة وكل ما أوتينا من رجال. نحن الآن في هذه الأيام نشهد طوال الحوارات في الكويت، فنقول للمتحاورين في الكويت نحن الله معكم وربنا يوفقكم، فأنتم تتحاورون وتتحاورون معهم ونحن أيادينا على السنات، لذلك العقل المتربص بنا. اليمن الذي قامت هذه الدول بالتحالف على اليمن، يمن الصمود والتحدي، متحدية كل القوانين والأعراف الدولية ومتدخلة في الشؤون الداخلية لليمن تدخلا سافرا، ولكن هيهات أن ينالوا من صمود هذا الشعب العظيم الذي يتحدى كل من تكالب عليه حتى لو تكالبت كل دول العالم، فهذا شعب عصي. كلما ازدادت وحشية وجرائم العدوان يزداد الشعب اليمني شموخا وإباء وعنفوان، فإنما ذهبت في أرض الحكمة والإيمان تجد صلابة قوة وبأس أبناء اليمن، وهو ما يثبت أن اليمن مقبرة الغزاة. لقناة اليمن من اليمن، وليد الوادعي، محافظة عمران.